لا شك أن هذا الشعب شعب مسلم أكرمه الله تعالى بالإسلام وفتح هذا البلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أجل نعمة أنعم الله بها علينا. وكان هذا الشعب محكوما بشريعة الله سبحانه وتعالى قرونا طويلة حتى سنة 600,000 تقريبا حينما أدخلت القوانين الوضعية الفرنسية، وزاد ذلك تعزيزا بالاستعمار الفرنسي. ولما تولى الحاكم الأول بعد الاستقلال وهو بورقيبة رئاسة البلاد كرس هذا المعنى بفصل الدين عن الدولة وحصره في زاوية ضيقة في زاوية العقيدة وزاوية العبادات فحسب. حتى العبادات كذلك تعرض التونسيون للمصادرة في الحرية في تطبيقها، وكذلك تمظهر بالمظهر الإسلامي كما لا يخفى على أحد من أهل تونس. وهذا أيضا استمر إلى ما قبل الثورة التونسية، ولذلك أنا أجزم بأن كثيرا من أبناء شعبنا إن لم نقل أكثرهم تتوق نفوسهم إلى شريعة الله وإلى دين الله قولا وعملا، وإلى أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى الاصطلاح الواجب. فإننا متى ما حكمنا شريعته التي أمرنا بتحكيمها كما في محكم تنزيله سبحانه وتعالى، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فدلت الآية على أننا إذا لم نحكم بما أنزل الله فنحن متبعون الهوى، ما أكملت، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكمت الآية من سورة المائدة، راجعوها في هذه السورة المباركة التي نزلت في العام السادس، أن حكم غير الله سبحانه وتعالى حكم جاهلي يجب الكفر به. وقال سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الشريعة تطبق وهذا أمر ليس بمستحيل، طبقت الأمة الشريعة على مدى عقود من الزمن حتى سقطت الخلافة العثمانية سنة 24 و900,000 على يد العلماني الكبير مصطفى أتاتورك عمله الله بما يستحق. الشريعة طبقتها الأمة فلم يكن ذلك ضربا من ضروب المستحيل. لما طبقت الأمة الشريعة الإسلامية سعدت وقادت وسادت وكنا في رأس القافلة، وحينما خلعنا الشريعة عن حياتنا صرنا في مؤخرة الركب وتأخرنا، فنحن أمة تتقدم بالإسلام ولا تتأخر إلا بدونه.